السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. الوصفة ديال اليوم غتكون عبارة عن تيراميسو اللي كيتحضر بدون بيض. بالنسبة للناس اللي ما كيبغوش البيض خضر في الوصفة ديال التيراميسو، فأنا عوضته بالكريمة، كيجي رائع في المذاق، وبالخصوص أنه سهل في التحضير وممكن أنكم توجدوه في الدقائق الأخيرة. وغنمشيو مباشرة باش نشوفوا الطريقة ديال التحضير. غنحتاجو 200 غرام ديال الكريمة السائلة اللي كتوفر على 30% من المواد الدهنية، 250 غرام من الماسكاربون، 50 غرام من السكر، عندي بسكوي ديال سبيكيلوس أو اللوتوس، وعندي هنايا القهوة. فواحد الإناء اللي سبق لي وضعته في الثلاجة كيف ما كتلاحظوا فيه برد مزيان، هذا كيساعد أن الكريمة تطلع دغيا. وغادي نطرب فيه الكريمة السائلة اللي بدورها حتى هي خليتها في الثلاجة حتى بردت مزيان، كنطلعها بالطراب الكهربائي وكنزيد السكر بشويه بشويه. فالكريمه ما كنطربهاش مزيان، كنخليها شويه جاريه يعني بهذا الشكل، ما كنطلعوهاش على شكل شونتي، يعني كنخليوها شويه جاريه. ومن بعد كنضيف 250 غرام من جبنه الماسكاربون وكنعاود نطرب من جديد. وجدت الكويسات فاش غادي نقدم التيراميسو، فكناخد داك السبيكيلوس كنغطسو في القهوه وكنوضعو في الاسفل ديال الكويسات ديالي حتى كنعمرهم كلهم. بعد ما درت الطبقه ديال البسكوي فخديت الكريمه اللي درتها في واحد الجيب حلواني، وغادي ندير واحد الكميه من الكريمه. وغادي نعاود نفس الشيء، غادي ناخذ البسكوي اللي كنغطسو في القهوه وكندير طبقه ثانيه ديال البسكوي. بعد ما درت الطبقه الثانيه ديال البسكويت فكناخذ الكريمه كنعاود كندير طبقه ثانيه ديال الكريمه. كنعاود ندير اخر طبقه ديال البسكوي، فممكن انكم تكتفيو غير بجوج طبقات ديال البسكوي فقط. انا هنايا درت ثلاثه الطبقات ديال البسكوي وثلاثه طبقات ديال الكريمه، وكنستمر بهذا الشكل حتى كنكمل جميع الكاسات اللي عندي.
اخر مرحله كناخذ شويه ديال الكاكاو اللي كنوضعوه في واحد الصفايه وكندردرو من الفوق. ممكن انكم تدردرو الكاكاو بين كل طبقه وطبقه، فمثلا كديروا الطبقه ديال البسكوي وكنديروا الطبقه ديال الكريمه وكندردرو الكاكاو وكنعاود عاوتاني كنديروا الطبقه ديال البسكوي وكندردرو الكاكاو. فانا اكتشفت غير من الفوق، انا زينت به غير من الفوق وصافي. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديال اليوم، نتمنى تعجبكم وتقدموها في الموائد الرمضانيه ديالكم او في السحور. ونضرب لكم موعد فيديوهات جديده ان شاء الله. مع السلامه.